وكان لي زميلة شيناز بوخبوز موفدة الجزائر الدولية للعاصمة المصرية القاهرة إحاطة حول سيرورة العملية الانتخابية في يومها الثاني. نتابع. نعم، بعد مرور 6 ساعات من انطلاق عملية الاقتراع في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، لا تزال عملية التصويت متواصلة، لكن عدد الناخبين في هذه الفترة قل عددهم، وكما ذكرنا سابقا يرجع هذا التفاوت في المشاركة خلال اليوم إلى أن أفراد الجالية الجزائرية في القاهرة يفضلون التصويت في الفترة الصباحية لتفادي درجات الحرارة المرتفعة في فترة لتشهد بذلك الفترة المسائية حركية معتبرة في عدد المشاركين ممن اختاروا التصويت بعد انتهاء دوام عملهم، على اعتبار أن الفترة المسائية ستكون ممتدة إلى غاية، كما قلنا، فترة التصويت ستبقى مفتوحة إلى غاية 7 مساء. أيضا عملية التصويت ومنذ انطلاقها الأمس واستمرارها لليوم الثاني تسير لحد الآن في ظروف سلسة.